حسين يا غريب صاح وداعت الله اركب يا جزام صاح وداعت الله اركب يا جزام يا بدر اللي طلع من بين الخيام أخذ سيفايا ولو علمه رقام صاح اليوم يومي يا صاح اليوم يومي يا ميادين يقول حميد بن مسلم خرج إلينا القاسم بن الحسن ووجهك في القتي قمر عليه قميص وأزار وفي رجليه نعلان بينما هو يقاتل انقطع شسع نعله وقف عليه السلام لم يكترث بجمعهم وقف ليصلح نعله وكان واقفا إلى جانبي عمر بن نفيل الأزدي قال لي والله لو مر بي هذا الغلام لأثكلن به أمه قلت له ويحك أما ترى هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان قال والله لأفعلن يا مؤمنون بينما القاسم يطارد جماعة وإذا باللعين هز سيفه وضرب القاسم على رأسه سقط إلى الأرض صريعا يخور بدمه ويبعص برجليه رحم الله من لنا وسيدا وإماما وقاسما من كشفت الغبرة إلا والحسين جالس عند ابن أخيه القاسم وهو يقول بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك لعن الله قوما قتلوك ومن خصمهم جدك وأبوك بني قاسم هذا يوم قل ناصره وكثر واتره يا عم اش قالت من الطبر روحك يا عم اش قالت يا عم من يا عم اش قالت من الطبر روحك يا جاسم ما ترى وين جروحك يا عم لو انا ابقى جلت نوحك بقلب مثل الغضب وبدمع محمر حسين.